السلام عليكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. وبالنسبه لكم نتوما الى اول مره كتزوروني، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه بواسطه الضغط على زر الاشتراك الاحمر الموجود مباشره اسفل الفيديو، وايضا تفعيل خاصيه الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الخلطه او وصفه طبيعيه، او يمكن نسميوها كيراتين طبيعي في المنزل، يعني واحد الوصفه كيف ما قلت اللي كتعطينا واحد النتائج اللي هي فوريه، يعني بمجرد ما كنديروا الخلطه كنشوف واحد النتيجه اللي هي ممتازه. كيف ما قلت كتعتبر كيراتين طبيعي، هذه الماده اللي هي اساسا يعني كتدخل في التكوين ديال الشعر ديالنا واحد النسبه مئويه كتجاوز 80%، ولكن هذه الماده كتبقى كتنقص مع الوقت، يعني خصوصا الا كان الشعر كيتعرض للحراره بشكل مستمر، يعني بواسطه ادوات يعني التصفيف ديال الشعر بحال شكل ديال الششوار او الحديده. ايضا الا كنا كنديروا عمليات تقنيه متكرره او لا عشوائيه، ايضا الا كنا كنوضعوها كمستحضرات ديال العنايه الشعر اللي كتكون رخيصه او اللي كتكون بحال هكا، يعني كتحتوي على مواد اللي مضره للشعر اللي كتسبب لنا تلف الشعر، فهذيك الكيراتين كيف ما قلت كتبقى تناقص الشيء اللي كيخلي هكا الشعر ديالنا يبهات، كيصبح متقصف، كيصبح تالف متضرر. فضروري يعني هكا بين الفينه والاخرى نوضعوا اقنعه طبيعيه، حمامات، زيوت، ايضا تغذيه اللي تكون متوازنه، يعني فيها واحد النسبه مهمه يعني من الماء والخضار والفواكه اللي كتحتوي بدوره على واحد النسبه كبيره من الكيراتين. فكيف ما قلت الوصفه ديال اليوم ممتازه جدا، غادي تجربوها وغادي تعجبكم. فما نطولش عليكم بزاف الكلام، نمشيو نشوفوا المكونات ديال خلطتنا لليوم ومن ثم نشرح كيفيه التطبيق. بالنسبه لمكونات خلطتنا لليوم او الكيراتين الطبيعي، غادي نحتاج زيت جوز الهند، واحد البيضه، حبه الافوكا، واحد الدانون مصوص او زبادي بدون سكر او ياغورت طبيعي، زيت اللوز، وزيت الارغان المغربي. كيف ما شفتوا المكونات ديال الوصفه غنيه جدا، يعني غادي تنفعنا بزاف للشعر ديالنا، غادي تخلصوا من التلف، الجفاف، التقصف، ايضا كتصلح حتى لفروه الراس، يعني واحد الخلطه اللي هي فعلا رائعه جدا وكتعطينا واحد النتائج اللي هي ملموسه ومن الاستعمال الاول. فبالنسبه لهاد الزيوت هذه طبيعيه، خصوصا هنا عندي زيت اللوز وزيت الارغان المغربي، وعندي حتى زيوت واحده اخرى، فهاد الزيوت هادو توصلت بهم من عند واحد اليوتيوبر مغربيه، وفي نفس الوقت يعني كدير انتاج ديال زيوت طبيعيه، صراحه احسن زيوت طبيعيه انا شخصيا جربتها في حياتي، يعني زيوت حره 100%، وشفت صراحه حتى الطريقه كيفاش كتخدمهم، الطريقه اللي هي كيف ما قلت حره 100%، كتحسوا ان يعني زيت اللوز زيت اللوز حقيقي، لا من حيث اللون لا من حيث الرائحه، زيت الارغان كذلك ومثال، يعني زيوت حره 100%. ان شاء الله غادي ننزل لكم فيديو خاص كيفاش يمكن لكم تشريوا هذه الزيوت، يعني وكيفاش يعني يمكن لكم تواصلوا مع السيده اللي كتبيع هذه الزيوت، كيف ما قلت هي يوتيوبر حتى هي، فما غاديش نحرق يعني المفاجاه ان شاء الله حتى الفيديو المقبل. كيف ما قلت زيوت رائعه جدا، هذه تقريبا واحد المده وانا كنجربها، عطاتني واحد النتائج اللي هي ممتازه سواء في الشعر اولا في البشره، وكتحسوا ان كيف ما قلت زيت زيت، يعني زيت اللوز كتشم ريحه يعني ريحه ديال اللوز، كذلك مثل الارغان يعني والجنجلان، يعني هي صيفطت لي بزاف ديال الزيوت. فكيف ما قلت غادي ننزل فيديو خاص، لان بزاف البنات اللي كيقولوا لي امل عطينا ماركه ديال الزيوت الطبيعيه، صراحه انا كنشري زيوت طبيعيه يعني ماركه لينيه مزيانه، ولكن صراحه عمرني ما جربت بحال هادو زيت طبيعي نيت 100%. اما بالنسبه لطريقه تحضير الوصفه، فخديت داك الحبه الافوكا ديالي قطعتها بحال هكا، ضفت عليها البيضه، غادي نضيف عليها واحد الملعقه مملوءه من زيت جوز الهند او زيت الكوكو اللي كيكون جامد دابا يعني في البرد يكون بحال هكا، فغادي نضيفو على الخليط، غادي نضيف واحد الملعقه من زيت اللوز اللي كيف ما قلت واحد الزيت اللي هو ممتاز، ايضا كنعرفوا المنافع ديال زيت اللوز انه غني بالفيتامين او، غادي نضيف هكا ملعقه. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش يعني زيت اللوز او زيت الارغان، فيمكن لكم تكتفيو غير بزيت الزيتون، يعني حتى هو غادي يعطينا نتائج ممتازه في هذه الوصفه، ولكن لقيتو هكا زيوت يعني زيت الارغان وزيت اللوز عندهم منافع كثيره جدا، هكا ملعقه. وغادي ناخذ العلبه ديال الزبادي او الدانون مصوص، وغادي ندير النصف ديالها فقط بحال هكا صافي، وغادي يعني هاد العناصر هذه كامله غادي نضربها في الخلاط الكهربائي ونعاودو نطلقها. فمن بعد
بعد ما خفقت الخليط حصلت على واحد المزيج اللي بحال هكا، يعني واحد الخلطه اللي هي رائعه جدا وغنيه من حيث مكوناتها. فالطريقه كيفاش نوضع هذه الخلطه على شعري، يكفي انني مشط شعري بشكل جيد، نخلصه من التجابك ونوضعه على شعري هكا خصله تلو الاخرى، ونبدا نجبد هكا في الخصل بحال كندير عمليه الفرد التقنيه او الترطيبه، ونخلي الخليط في شعري يعني لواحد المده ما كتقلش على ساعتين، نوضع عليه واحد البلاستيك غذائي، ومن بعد مرور ساعتين غادي نغسله بطريقه اللي هي يعني المعتاده ديالي، طريقه عاديه جدا. فكيف ما قلت الخلطه خاصها تبقى في الشعر من ساعه حتى لساعتين كحد اقصى، لان الافوكا ما خصهاش تبقى مده طويله في الشعر لانها كتسبب جفاف الفروه ديال الراس. اما بالنسبه للبنات اللي كيتسائلوا شحال من مره يمكن نوضعوا هذه الخلطه، ف يعني من مره الى مرتين في الاسبوع كحد اقصى، لاني انا كنفضل ان الشعر ما يتغسلش بزاف في الاسبوع، يعني مره واحده راه كافيه، او لو كنا مجبرين مرتين لان حتى كثرت الغسيل كتسبب في جفاف ديال الفروه الشعر والتكسر ديال الشعر والتقصف، فضروري نخليو هكا الشعر ديالنا يرتاح. فكيف ما شفتوا المكونات ديال الوصفه فهي غنيه جدا، غادي تعطيكم ان شاء الله نتائج اللي هي ملموسه، خصوصا الزيوت الطبيعي اللي استعملت، زيوت اللي هي حره 100%، يعني شي حاجه ممتازه كيف ما وعدتكم. غادي ننزل لكم فيديو خاص عليها. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه، وإلا عجبكم ما تنسونيش من لايكاتكم من باب التشجيع فقط، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا على حسن المتابعة. إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله.